والمنكر. إذا أديت هذه الفريضة أخذ الله بها بمجامع قلب العبد من الشر إلى الخير، ومن الشقاء إلى السعادة، ومن الهوى والردى إلى مسالك أهل الرضا، وكل هذا بتوفيق الله جل وعلا. أمرها عظيم، ولذلك ترى العبد الصادق في هدايته واستقامته منذ أن يدخل عليه فرض وقت الفريضة لا يعرف إلا حق الله، كما قالت عائشة رضي الله عنها: فإذا هو لا يعرفنا ولا نعرفه، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذه نصوص موجودة صحيحة صريحة، فهي أول الأمر بعد الشهادتين، وهي العمود الذي يقوم عليه دين الإنسان،